أهلا بكم. سبعة أعياد قضاها اليمنيون في ظل حرب تزداد وتيرتها عاما بعد آخر وحصار يشتد خناقه أكثر. في هذا العيد بلغ تأثير الحرب على المواطنين وحياتهم ذروته، وانعكس التدهور الاقتصادي والمعيشي على الاستعدادات التي اعتاد اليمنيون عليها قبل كل عيد. كيف قضى اليمنيون هذا العيد في ظل الحرب والحصار؟ ما الذي يفتقدونه في أعيادهم؟ وكيف أثرت ظروف الحرب على تواصلهم فترة الأعياد؟ بالإضافة إلى كيف قضت هذه الحرب على هامش الفرح والتعايش؟ وكيف يحاول اليمنيون صناعة الفرح في العيد رغم الحرب والتدهور المعيشي؟ وما هو دور الحكومة في إيجاد متنزهات كمتنفسات تخرجهم من ظل الحرب ولو لفترة قصيرة خلال الأعياد؟ عن كل هذه المحاور سيكون موضوع هذه الحلقة من برنامج المنصة. نشاهد التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي، ثم نبدأ في استقبال مشاركاتكم. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، هذا لسان حال الشارع اليمني في عيد الأضحى، العيد السابع الذي يقضونه تحت وطأة الحرب والحصار. فتراهم من بين بؤس الحرب يطلون برؤوسهم بحثا عن مساحة سعادة اعتادوا أن يحملها العيد إليهم كل عام، ومن بين جدران الموت يحاولون أن يفتحوا نافذة للحياة ولو كانت صغيرة. لكن الحرب التي دامت أكثر من 3 أعوام كانت كافية للقضاء على مكومات الحياة بشكل كبير وطمس أجزاء كثيرة من ملامحها وجعل فرحة العيد والمناسبات فرحة مؤقتة وناقصة. فقد شردت الحرب مئات الآلاف خارج منازلهم وغربت مئات الأسر، وارتفعت مع ارتفاع حدة نيرانها الأسعار وتدهورت الأوضاع الاقتصادية وانقطعت مصادر الدخل لدى المواطنين. وبحسب منظمات إنسانية عالمية فقد وصلت نسب الفقر والمجاعة إلى أعلى مستوياتها، كما أثرت الحرب على قطع طرق التواصل بين المواطنين أيام العيد، فانتشار النقاط على امتداد الشوارع وارتفاع أجرة وسائل التنقل حالت دون وصول الناس إلى أقاربهم. الحكومة من جانبها لم تحرك ساكنا لصنع ولو جزء بسيط من السعادة لهؤلاء المواطنين في فترة الأعياد، فما زالت المتنزهات التي كانت تمثل متنفسهم الوحيد إما مغلقة أو محاصرة بالمتارس أو تحولت إلى معسكرات. ليبقى اليمنيون ما بين بؤس الحرب والفرحة التي تعدهم بها الأعياد وحيدين، لا حكومة لهم ولا قوة. إذا تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة، لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية الأخ مطهر. أهلا بك مطهر، كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة لك مطهر، كيف قضيت هذا العيد؟ وما الذي تفتقده من أجواء العيد في اليمن؟ أولا أمسي عليكم بالخير وعلى جميع المشاهدين داخل اليمن وخارجه، وعيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، وكل عام والوطن بخير واليمن بخير إن شاء الله، طاقم وطاقم البرنامج خصوصا وقناة بلقيس الرائدة في الوطن. أخي العزيز، ما يعانيها المغترب اليمني أو ما يعانيها الشعب اليمني، لو بدأنا بهذه النقطة عزيزي، اليمنيين قضوا عيدهم مكافحين، منزعجين، مهمومين، مديونين، ليست مبالغة في واقع الحروب وصناعتها بمثل هذه المآسي. أيضا أغلب اليمنيين صلوا صلاة العيد ثم عاودوا إلى منازلهم للمكوث فيها، لا يستطيعون التواصل مع أهاليهم خصوصا الذين بعيدين منهم المحافظات، يصعب التواصل من محافظة إلى أخرى، لا يستطيعون الذهاب إليهم بسبب ارتفاع الأجور ووسائل التنقل سبب المشتقات النفطية. حتى الملاهي التي تعود عليها أبناء المجتمع، أبناء شعبنا اليمني أن يذهبوا إليها في كل عام في هذه السنة يعني لم تكن مثل الأعوام السابقة. أخي العزيز، طيب برأيك كيف أثرت ظروف الحرب على العادات وتقاليد ربما هي حاضرة في العيد، ربما الأبرز فيها التواصل؟ هل أثرت؟ والله يا أخي نعم تفضل. هل أثرت تعتقد ظروف الحرب أم ما زالت العلاقات الناس وتواصل؟ نعم أثرت كثير، أثرت كثير سواء على اليمنيين داخل الوطن أو خارج الوطن. نحن في بلاد المهجر بشكل عام نعاني من أشياء كثيرة افتقدناها، منذ البداية يعني في بداية العيد لا تعودنا على قضاء إجازة العيد في البلاد، ولكن بسبب الوضع المتدني في البلاد صرنا سجناء في بلاد الغربة، ناهيك عن الضغط النفسي الذي يعانيه اليمنيين خارج اليمن، لكي يعني نعمل نوفر
أهلنا ما نستطيع أن نعدل المستوى المعيشي. أيضا نحن المغتربين ونعاني بشدة شحات التواصل مع أهلنا لأسباب عدة، أهمها ضعف الشبكة في البلاد، وإن صلحت الشبكة فستشحن الجوال لأسباب انقطاع الكهرباء، حتى الطاقة البديلة لا تنفع أمام المناخ الموسمي. لذلك يا أخي العزيز، اليمنيين كما أسلفت سابقا أنهم مكافحين ومزعجين، وأهم الانزعاج الذي وصل إلى الشعب اليمني الظروف المادية، انقطاع الرواتب، ارتفاع الأسعار بشكل مذبول، ارتفاع أسعار الأضاحي، وهذه بحد ذاتها الجميع عانى منها بالنسبة للطبقات المتوسطة، حيث وصل نسبة ارتفاع أسعار الأضاحي إلى 100% تقريبا، فما بالك بالطبقات البسيطة من الشعب اليمني. كل في كل هذا أيضا ارتفاع ملابس الأطفال، عفوا ارتفاع ملابس الأطفال والكبار بشكل عام، كذلك جعلت العيد المعتادة عليها شعبنا في تزايد. أغلب الناس أصبح العيد عندهم مزعج، ليس عيد فرحة. أشكرك جزيلا أخ مطهر، شكرا جزيلا. اتصال الأخ آدم الجعيدي من تعز، أهلا بك آدم. أهلا وسهلا آدم. في تعز كيف تبدو أجواء العيد؟ هل الأمور بدأت تتطبع، يعني أوضاع الحياة في المدينة، أم ما زالت ظروف ومؤثرات الحرب حاضرة على أجواء العيد؟ أولا كل عام وأنتم والوطن بألف خير. نعم أخي، أعتقد أن هذه الأيام لا تختلف كثيرا عن بقية الأيام، خصوصا مع استمرار الحرب وعملية الحصار المستمر الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على المدن، وخصوصا مدينتنا تعز. إذا كان في صباح العيد الميليشيات قنصت يعني 2 مواطنين أبرياء في حي الموشكي أثناء ذهابهم لزيارة أهاليهم. أيضا هنا من ضمن المعاناة ارتفاع وغلاء الاسعار والاضاحي اضعاف ما كانت عليه السابق بسبب تدهور العمله. ايضا تاخر انقطاع الرواتب من حين لاخر، ايضا هذا يفاقم معاناه الناس. لذلك اعتقد ان سنوات الحرب هي اسوء ما عاشه الانسان اليمني بشكل عام وابناء تعز على وجه الخصوص. يعني في تعز حاول فيها الناس صناعه جو يملاه الفرحه ليتناسب مع شكل العيد. من خلال حيث هناك العديد من المبادرات حاولت ان تفعل ولو شيء يبعث الفرح وينسي الناس يعني مراره الحرب، من خلال نشر بعض المراكز والالعاب وبعض وسائل الترفيه في احياء المدينه وشوارعها علها تخفف من معاناه اطفال المدينه. وكما ايضا لا ننسى دور قياده تعز في استلام وافتتاح حديقه جاردن سيتي في عيد الفطر وقبل يومين قلعه القاهره، يعني حيث عمت الفرحه كل ابناء تعز يعني صغيرهم وكبيرهم وهم في قلعتهم التاريخيه التي حرموا منها يعني لسنوات وكانها تحررت اليوم، وهو ما يؤكد صدق وايمان قياده تعز وجيشها وفي حقيه المواطن التعزي بالحياه. طيب ربما هو التركيز على موضوع قلعه القاهره ادم، هل هناك متنفسات اخرى عملت السلطه المحليه على تجهيزها وفتحها امام المواطنين لعيش اجواء العيد فيها ومشاركه يعني فرحه العيد في هذه الاماكن، لانه ربما التركيز في وسائل الاعلام على قلعه القاهره فقط؟ ايوه نعم، هو في تعز على اساس كانت سلمت بعض المنتزهات وبعض المناطق التي كانت تعتبر متنفس تعز. تعز هي اصلا لا تمتلك متنفسات، يعني لا تمتلك متنفسات، اغلبها في الحوبان، يعني كما تعلمون بسبب الحصار لا احد يستطيع الخروج للحوبان بسبب الحصار اللي تفرضه الميليشيات. لكن كان هناك تسليم بعض المناطق مثل قلعه القاهره ونادي تعز، لكن لم يتم تجهيزه كونه يعني قطاع خاص. يعني الجانب الرسمي لم يلتفت اليه بشكل كبير وعدم تجهيزه. وبعض ايضا المناطق مثل الاخوه ومنتزه زايد بسبب انه يعني بسبب تضرره بنتيجه القصف قبل سنتين تقريبا. ايضا الناس الان يعني يمتلكون متنزه سوى قلعه القاهره والا الضباب، يعني هذه المناطق التي توجد في تعز. اشكرك جزيلا ادم الجعيدي من تعز. ينضم الينا ايضا من تعز الاستاذ حسين المقطري مدير مكتب النظافه والتحسين في المحافظة، أهلا بك أستاذ حسين. أهلا أخي الغالي. إذا جهود للسلطة المحلية في تعز لخلق أجواء العيد لدى المواطنين، ما الذي قدمتموه بشكل عام، يعني لو تضعنا أمام كل الجهود التي بذلتموها في السلطة المحلية في المدينة عن المواقع التي تم فتحها أمام الزوار؟
أخي الغالي، بعد أن عين المحافظ الدكتور أمين أحمد محمود كانت لديه خطة وهو نقل كعب للمستقبل. هذه الخطة باشرها الدكتور أمين أحمد محمود من أول ما أتى إلى هذه المحافظة بإبعاد لبس الحرب والدمار الموجودة في هذه المحافظة نتيجة الحصار ونتيجة القصف من قبل الحوثيين. وكانت أول مهمة له هو تطبيع الحياة وإبعاد وإزالة المتارس والشوارع المقطعة وأيضا الخرسانات، فقمنا بحملة تطبيع الحياة وكانت حملة يعني واسعة، تم فتح جميع الأماكن والمتارس وخاصة في الجهة الشرقية وتم فتح الشوارع كانت مغلقة لمدة 3 سنوات بوجه المواطن التعزي. وبدينا في العيد السابق بفتح جاردن سيتي وتأهيلها أيضا في مدة 3 أيام بتوجيهات من الأخ المحافظ الدكتور أمين أحمد محمود ليوجد هناك متنفس لهذه المحافظة التي حوصرت بشكل أساسي والأطفال ربما نسوا أن يلعبوا في هذا المكان. تم فتح جاردن سيتي ب3 أيام وتمت إحياء للجانب الشرقي وبدأت أيضا الدكاكين تفتح في تلك المناطق وبدأت تنتعش الحياة وبدأت عملية التطبيع الحقيقية في تلك المكان. وأيضا قام الدكتور أمين أحمد محمود بتوجيه ببداية عملية العمار في البريد المركزي في المالية في الضرائب. تعز الآن تنهض بكل ما أوتيت من قوة لتستعيد مجدها لتستعيد مدنيتها. الآن في العيد تم توجيه مكتب النظافة والتحسين والأشغال العامة من قبل محافظ المحافظة وبتوجيهات الوكيل الفني الوكيل مهيب الحكيمي، وتم الاتصال بالساعة 1 بأن نتجه في تاريخ 18 ونفتح القلعة القاهرة. وكان التحدي حقيقي بأن نعمل لمدة 3 أيام بهذه الغابة التي أصبحت قلعة القاهرة غابة وكمية أحجار كبيرة وأتربة، أكثر من 250 عامل ومشرف ومهندس مدني وزراعي كانوا يعملون ليل نهار في هذا المكان كالتحدي بعد توقيات المحافظ. طيب نحن الآن مركزين في موضوع تطبيع الحياة في تعز بما ربما أتاك استعدادات للعيد للمواطنين داخل المدينة، هل فقط موقع قلعة القاهرة هو ما فتح كمتنزه أمام المواطنين أم هناك ربما حدائق ومتنزهات أخرى؟ ماذا عن باقي المواقع؟ طبعا الدكتور أمين أحمد محمود محافظ المحافظة يتجه بأن تعود تعز المدنية تعز الثقافة والعلم، وهذا ولديه إصرار وشجاعة وجراء على أن تعود هذه المحافظة إلى مدينتها وتذهب كل معاول الهدم وكل مناظر الحرب في هذه المدينة. لقد تم إزالة متارس كثيرة وفتحنا طرقات كثيرة والآن تتم عملية أيضا سفلة للطرقات إعادة الصرف الصحي. الآن حملة نظافة ربما يومية لجميع المدينة بشكل أساسي وأصبحت تعز نظيفة، وذلك بفضل دعم الدكتور أمين أحمد محمود لصندوق النظافة والتحسين والذي جعلنا ننتشر في كل المدينة وتنظف بشكل يومي. أيضا الدكتور أمين أحمد محمود محافظ المحافظة اتجه بأن تسلم كل الأماكن والمنتزهات لإعادة الحياة في هذه المدينة. هناك توجيهات صارمة باستعادة أيضا كل المنتزهات ومنها منتزه. طيب هذه المتنزهات أستاذ حسين ستظل مفتوحة على الدوام أم ربما فقط في مناسبة العيد ومن ثم ستقفل؟ يعني قلعة القاهرة لا أخي العزيز ستكون على الدوام، ولدينا طموحات مستقبلية بأكثر من ذلك بأن تكون متعزية جانب قبلة ثقافية وسياحية إن شاء الله. لدينا محافظ لديه طموحات مستقبلية، ربما حلم يجب أن يتحقق في هذه المدينة، ويجب أن يلتف جميع أبناء تعز الشرفاء لنتجه إلى المستقبل المنشود والذي نطمح فيه في هذه المدينة. هناك الآن اتجاه لأن يفتح المنتزه التعاون أو المسبح كما يقولون، وأنا كنت في لقاء مع محافظ المحافظة وهي فقط أيام إن شاء الله
وسنذهب إلى المسبح لفتح هذا المكان ليستقبل أيضا الأبناء تعز وأطفال تعز لتكسو هذه الفرحة. أبناءها أيضا لدينا طموحات بأن يكون فندق أيضا زائد ويتم أيضا عملية الإعمار، وأيضا المحافظ وجه بإعمار قلعة القاهرة ومصمم على ذلك، وبأسرع وقت ممكن تعز تتجه إلى الحياة، تعز تتجه إلى الثقافة والمدنية لتخلع ثوبا ربما كساها من السواد لمدة 4 سنوات. ربما علينا أن تعود الدولة الأصولية بهذه المحافظة، ولدينا حلم يجب أن نكون مع قائدنا المستقبلي الدكتور أمين أحمد محمود محافظ المحافظة، والذي أثق جيدا بأنه سيتجه بهذه المحافظة إلى المستقبل المشروب. على العموم أستاذ حسين، يعني يبدو أنك معجب بأداء المحافظ وذكرته ربما كثيرا في هذه المداخلة، أشكرك جزيلا وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لك حسين مقطري مدير مكتب النظافة والتحسين في تعز. نذهب لمشاهدة بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال الواتساب. بطبيعة الحال كان الحرب أثرها على التواصل بين الأسر، يعني أصبحنا نفتقد اللمة الأسرية، أصبحنا نفتقد إلى اللمة العيدية التي كانت تتكرر في كل عيد. باتت معادتنا فقط تقتصر على الاتصالات الهاتفية والتواصل الاجتماعي بسبب الحرب والحصار التي تفرضه الميليشيات على المدن على المدن اليمنية بشكل عام، خصوصا مدينة تعز. لا شك أن عيد الأضحى مناسبة سعيدة على جميع المسلمين، لكن نحن هنا في اليمن وخاصة في تعز في ظل هذه الحرب وفي ظل الانقلاب الغاشم وفي ظل الحصار والقصف والقتل اليومي، فرحتنا منقوصة. نعم فرحتنا منقوصة، فهذه الحرب أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي، مما أدى إلى أن كثير من الأسر لم تستطع توفير متطلبات العيد ولم تستطع شراء كسوة العيد لأطفالها. أيضا بسبب هذه الحرب الكثير من الأسر فقدت الكثير من أفرادها، لم يعيشوا فرحة العيد مكملة بسبب أنهم إما استشهدوا بعض من أفرادهم عائلة أسرة أو أطفال أو كذا. أيضا بسبب هذه الحرب الكثير من الأسر لم تكتمل في هذا العيد بسبب أن هناك الكثير من المختطفين والمخفيين، وهناك أيضا الكثير من أفراد هذه الأسر لا يستطيع السفر إلى أسرته لقضاء. إذن كانت هذه مشاركات من خلال الواتساب. اتصال من صنعاء، الأخت حنان، أهلا بك حنان. أهلا وسهلا فيكم حنان. برنامج طبعاً. أيوة معكم حنان. كيف قضيتم العيد في صنعاء وكيف أثرت الحرب ربما على أجواء العيد؟ طبعاً الحرب أثرت على أجواء العيد. أثرت على أجواء العيد بالنسبة لي اليمني يصبح لا يستطيع أن يسافر من محافظة إلى محافظة أو من مدينة إلى قرية لزيارة أهله والالتقاء بهم كما كان يحصل سابقا قبل 2015 قبل بداية الحرب. طبعا الوضع أصبح سيء جدا، اليمني أصبح يفتقد إلى السلام ويفتقد إلى الأمان والمادة، والجانب الأساسي والأكثر سببا في عدم تواصل الناس في بعض مع بعضهم والسفر من محافظة إلى محافظة أو من مدينة إلى مدينة، هو أولا انقطاع الطرق بشكل عام، سواء كانت في المناطق المحررة أو المناطق الغير محررة، أصبح يشكل عائق وحاجز أمام المسافرين، قد يسافر المسافر الساعة 6 صباحا فيصل اليوم الثاني الساعة 6 بنفس الوقت. هذا جانب. الجانب الثاني ارتفاع الأسعار، أصبح المواطن اليمني لا يستطيع أن يسافر من مدينتي او الى قريتي والعكس. طيب ايضا الى جانب التدهور المعيشي والظروف الاقتصاديه الصعبه، لكن رغم كل هذه الظروف ما زالت هناك موجوده محاولات لدى اليمنيين للتغلب عليها والتعايش وصناعه فرحه للعيد، برايك كيف يحاول اليمنيون صناعه هذه الفرحه في ظل هذه الظروف؟ معك حق بهذه النقطة، اليمني إنسان يحب الحياة، يحب أن يعيش، لكن لم تتاح له الفرصة الكاملة ليعيش الحياة التي تستحق أن نقول عليها حياة. يحاول الإنسان اليمني سواء كان بشكل عام، حاول أنه يتجاهل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ويعيش فرحة العيد
بقدر ما يستطيع، سواء كان على أسرته الصغيرة المنفرد فيها في مدينة معينة، أو إذا استطاع وتوفرت له فرص فوق طاقته واستطاع السفر إلى قريته. أصبح مقتولة من الداخل. طيب حنان، أيوة معاكم. في صنعاء، هل هناك عادات وتقاليد معينة أو شيء من طقوس العيد تفتقدونه في صنعاء؟ أخ سامي، طبعا حنان القدسي نازحة من محافظة تعز إلى صنعاء، فإذا تكلمت عن عادات مدينة معينة فأنا أتكلم عن مدينة تعز، ولن أتكلم عن محافظة صنعاء على اعتبار أني نازح فيها. لا أستطيع أن أقول لك عادات وتقاليد أبناء صنعاء لأنني لست من أبناء هذه المحافظة ولم أعيش طيب فيها. طيب الآن الحديث يدور أنه بدأت الحياة، بدأ مسؤولي السلطة المحلية في تعز بتطبيع الأوضاع والحياة في تعز، لماذا ما زلت نازحة في صنعاء؟ لماذا لا تعود إلى تعز؟ بالنسبة لماذا ما زلت نازحة في صنعاء رغم أن الحياة في غير تعز لا توجد حياة، لكن تعز لم تعيش السلام الحقيقي، تعز تعيش حرب داخلية داخل المدينة نفسها وحرب في حدود المدينة، ففي بين لحظة وأخرى يتوتر الوضع داخلها، فأي أي أغلب النازحين ما زالوا خارج تعز، لا يوجد فيها إلا الناس الذين بقوا وناس عادوا في الشهور الأخيرة، لكن هناك ناس كثير وخصوصا هنا في صنعاء نازحين لم يدخلوا ولم يرجعوا المدينة، أن المدينة لا زالت كم لما لا نستطيع أن نقول أن تعز عادت كما كانت قبل 2015. شكرا لك حنان القدسي من صنعاء، شكرا لك. اتصال اخر، عبد الصمد القاضي من تعز، اهلا بك عبد الصمد. اهلا وسهلا استاذ سامي. في ظل الوضع الحالي كيف قضيتم العيد في تعز؟ يعني تعز كان معروف انها متقن بالحصار بالحرب الداخليه والحرب الخارجيه التي تدرسها ميليشيات الانقلاب، لكن رغم هذا تحس في مراحل ايام العيد من بدايه الانقلاب عيد الاضحى المبارك ان هناك بصيص امل قد يشيع في نفوس المواطن في مدينه تعز. اغلقت الحدائق واغلقت المنتزهات واغلقت المتنفسات في تعز بشكل كبير جدا، لكن هناك روح السلام، روح الحب في قلوب المواطنين، صنعت الاف الحدائق، الشوارع بطريق الضباب، قلعه القاهره، التحامات كالتحامات مكه في اثناء الحج. يعني الحياه رغم كل الصراعات، رغم كل الحروب التي تفرض على تعز وتجبر تعز عليها ويجبر ابناء تعز ان يرضعون اباها، الا انها بحياه جميله يعيشها ابناء تعز، رغم كل ما لا يوجد بيت في تعز لا تخلو من قتيل، جريحه، قذيفه، دمرت، الا انها هناك رغم هذا كله الحياة تستعيد أنفاسها في تعز. طيب ما تقوم به السلطة المحلية في تعز إلى أي حد صنع أجواء للفرحة للعيد؟ ما رأيك بما قدمته السلطة المحلية في تعز في محاولة منها لإيجاد متنزهات للمواطنين لتخرجهم من أجواء الحرب؟ السلطة المحلية، الشكر الكثير للسلطة المحلية ولكل من كانت وساهم في افتتاح بعض المنتزهات وساهم بافتتاح بعض الطرق وطرد ميليشيات الإرهاب في مدينة تعز، كل الشكر والامتنان له، كلنا مع السلام، كلنا مع الحب، كلنا مع الحياة، كلنا مفلسين لأجل تعز فقط، لأجل اليمن، لأجل السلام، لا نريد أي شيء من هذه الحروب. الحروب كعادة أي حرب لا تبني منها ثمار، الحرب دمار، الحرب موت، الحرب يعني انتهاك، الحرب مشقة. هناك تجارب كثيرة بمعظم الدول التي شنت حروب، سواء حروب داخلية، حروب خارجية، انقلابات، فوضى، هذه الحرب، لكن السلطة المحلية فعلت على قدم وساق لاستعادة روح الحياة، الحياة في تعز استعادت أنفاسها، تشوف المظاهر في قلعة القاهرة، تشوف المظاهر في منتزه الضباب، تشوف في الحديقة جاردن سيتي التي افتتحت قريبا، هناك أمم من الناس خرجت وكانها خرجت من سجون، خرجت من كبت الحرب، نسوا الالام التي ما زالت تطغي عليهم منذ 4 سنوات وهم في ظل حرب، نسوا كل هذه الهموم بلحظات من الفرح، بلحظات من البهجه، بلحظات من الشوق لاجل السلام، لاجل استعاده
بسيط الروح التي فقدوه منذ 2015. شكرا لك عبد الصمد القاضي من تعز. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة. جديد اهلا بكم، لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية. الو الو، هلا والله، اهلا اخي، عيد مبارك، كل عام وانتم بخير. بالنسبة لكم كمغتربين كيف قضيتم اجواء العيد وما الذي تفتقدوه من اجواء العيد؟ والله احنا نتمنى انه ما يجي عيد، نتمنى انه العيد انه بيجي بينكد علينا، بدينا النكد، نتمنى انه يوم يمضي كانه يوم عادي. لأن أغلبية الناس الآن، أغلبية المغتربين أصبحوا في العجب ملاحقين من لا قايم منتهية، وأشغال الآن أصبحت الناس متعطلة من الأشغال، والوضع صراحة متدهور. بالتالي يعني ربما من هم في داخل اليمن وضعهم سيء، وأيضا من هم خارج اليمن يعني. أكيد بالسعودية الناس هنا وضعها أكثر من سيء. يتمنى أنها اليوم يوم العيد، يتمنى أنها ما يسمع أنها يوم عيد جاء، أنها أصبح يوم بيجيه بالنكد. وأكثر الناس الآن أصبح في العزبة، لا إقامته منتهية، وضع سيء، والأشغال متدهورة، وضع سيء صراحة. طيب في ظل هذه الظروف والوضع يعني، لكن الناس يحاولون أنهم ربما يعيشوا أجواء العيد وتكون لهم محاولات لصناعة فرحة العيد، بالنسبة لكم هل يعني كانت لكم لقاءات فيما بينكم البين ربما ومحاولة للتعايش مع فرحة العيد؟ أكيد نعم نعم، أكيد نحن متواجدين، ولكن عيد بلا أهل ما هو عيد، عيد في غير وطنك ما هو عيد. حتى لو انك تكذب على نفسك انك بتكون سعيدة وانك بتلاهي نفسك في منتزه او شيء، لكن هذا لا يشعرك بالسعادة ولا يديك اي راحة. شكرا جزيلا لك اخ محمد من المملكة العربية السعودية، شكرا لك. الاخ حسن القدسي من اسطنبول، اهلا بك حسن. اهلا وسهلا، مساكم الله بالخير وعيد مبارك عليكم على طاقم قناة تركيش. شكرا لك حسن. بالنسبة لك كيف قضيت هذا العيد وما الذي تفتقده من أجواء العيد في اليمن؟ أنا بالنظر إلى افتقادي للعيد، طبعا العيد يبقى أحيانا ينقصه رؤية الأهل وشم هواء الوطن، ويعني الدفء اللي نجده بين أقارب وزيارتهم وكذا، لكن يبقى هنا العيد في تركيا أو في الأخص في إسطنبول. لدينا جالية يمنية قامت اليوم برحلة إلى مكان إلى جزر الأميرات، وكانت من أفضل الأعياد. يعني أنا صحيح صار للعيد تقريبا يومين على انتهاء، لكن نشعر اليوم بالعيد بتواجد الأصحاب والأصدقاء بالأخص الجالية اليمنية، كان له واقع غير عادي إيجابي، وشعرنا بالفرحة والدفء والانسجام بين أبناء الوطن الواحد. طيب ظروف الحرب كيف أثرت على اليمنيين فيما يخص التواصل فيما بينهم في الأعياد؟ في اعتقادي أنه يعني أثرت صحيح سلبا، لكن في نفس الوقت تبقى هذا منعطف تاريخي كان لابد من أن يحصل. الحرب في اليمن، ظروف الحرب في اليمن أثرت على نسيج كثير من الأسر، وافترقت أسر وافترق أبناء عن أبائهم وأمهاتهم وعائلاتهم، لكن يبقى هذا المعطف كان محتم على الشعب اليمني أنه يعيشه. يعني لو نظرنا إلى أغلب الظروف أو أسوأ الظروف اللي يعيشها أغلب الشباب اليمنيين أو المغتربين اليمنيين،
بعدهم، قلة التواصل مع أهاليهم إن لم يكن شهريا فيبقى هناك كل أسبوعين تواصل أو أحيانا أكثر يقل يكثر، لكن البعد يسبب أحيانا مشاكل في إنه يبقى الشوق دائما يلوح في الأفق، يبقى القلب معلق في الأهل والأقارب في اليمن. قدر اليمنيين هكذا سيعيشوه، وإن شاء الله سنمر إلى بر الأمان في القريب العاجل إن شاء الله. لكن هم الناس يعني يبدو أنهم تعايشوا مع ظروف الحرب الحالية، وربما يعني هناك محاولات لصناعة أجواء والتعايش مع الوضع فيما يخص. صحيح، الشعب اليمني ما أقوله دائما هذا ما يميزه، أنه يتعايش مع الظروف، أينما وجد الحرب تعايش مع الحرب، وربما تغلب على ظروف الحرب وعاش أفراحه رغما عن الظروف القاسية اللي يعانيها أو الظروف القاسية اللي أحيانا يصورها البعض، فيعيش رغم هذه الظروف. الشعب اليمني دائما متأقلم مع أسوأ الظروف مع أحلك الظروف، ويعيش أفراحه في أسوأ الأوقات وأسوأ الأمور. شكرا جزيلا لك حسن القدسي من اسطنبول، شكرا لك. اتصال آخر، سلطان الكحوي من المملكة العربية السعودية، أهلا بك أخ سلطان. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله. سلطان، كيف قضيتم العيد؟ ما المختلف بالنسبة لكم مقارنة بالأعياد السابقة التي ربما قضيناها قبل الحرب؟ والله يا أخي رغم يعني الظروف والمعيشة الصعبة يعني والحرب على اليمن، فإحنا نقضي عيد يعني صعب جدا، يعني ما مقارنة بالأعياد الأولى، فإحنا نعاني يعني بالذات إحنا في اليمنيين في المهجر واليمنيين داخل الوطن، يعني رغم الظروف رغم الحرب، إلا أنهم يعني يتحاشون الأوضاع ويفرحون فرحة العيد يعني ببساطة. طيب، هل أثرت الحرب بالنسبة لك فيما يخص التواصل مع الأهل والأصدقاء؟ أكيد يا أخي، فإحنا نعاني من صعوبة، يعني إحنا بالذات يعني مثل ما تقول في محافظتنا محافظة ريمة نعاني، يعني ما نتواصل مع أهلنا يعني بسبب الحرب وانقطاع الشبكات، ولا لا نقدر نتواصل مع أصدقائنا وأهلنا وأسرتنا، يعني فسبب علينا يعني أضرار كثيرة الحرب هذا، والعيد يعني صعب جدا لنا، نستطيع نتواصل مع أهلنا في اليمن، يعني إحنا في أرض المهجر لم نستطيع نتواصل معهم بسبب الظروف وش اسمه والمعيشة وكل شيء. شكرا لك سلطان. اتصال أيضا من السعودية الأخ فيصل، أهلا بك فيصل. أهلا، حياتي أستاذ سامي. فيصل، ما رأيك بأن اليمن ربما لديهم القدرة كبيرة على التأقلم والتعايش مع الظروف؟ الآن صح ظروف حرب، لكن تعايشوا معها ويستطيعون تعايش أجواء العيد. أنت بالنسبة لك إلى أي حد استطعت تجاوز ظروف الحرب وأن تتأقلم مع الوضع الحالي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أهنئ وأبارك لهذا الشعب الحبيب هذه المناسبة العظيمة التي تجتمع فيها قلوب المسلمين وتتآلف فيها أرواحهم، كما أنني أبارك وأهنئ لوالدي وعيالي وإخواني بهذه المناسبة وأتمنى لهم موفور الصحة والعافية. بالنسبة صحيح أن الإنسان اليمني هو الآن يعيش في حالة حرب، ولكن رغم ذلك والحرب هذه أثرت في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، رغم ذلك ما زال الإنسان اليمني يمارس عاداته متحدياً كل الظروف. صحيح نحن في الغربة متواصلين مع الأهل الحمد لله عبر الجوال والحمد لله، يعني الأوضاع تمام ما دام في جوال تواصل بأهلك، المشكلة لما يكون ما في جوال مرة. صحيح أن هناك أثر كبير نجم عن هذه الحرب، والأثر واضح وجلي في كل مناحي الحياة، ولكن ما نقول لا حسن الله ونعم الوكيل، وأسأل الله أن يفرج هموم الناس والعباد. طيب فيصل، ما الذي تفتقده من أجواء العيد في اليمن؟ افتقدنا البهجة التي كانت ترتسم على محيا الناس في البلد صراحة، وافتقدنا الأمان وهو أساس الحياة، أساس التواصل بين الناس هو الأمان، الأمان الاقتصادي والاجتماعي والمادي، أمان حتى في كل شيء أهم شيء الأمان يتوفر في الناس، وهذا اللي افتقدناه بصراحة. نسأل الله عز وجل أن يفرج الهم والغم لكل الناس. أشكرك جزيلا فيصل، شركي من المملكة العربية السعودية.
عن نفس الموضوع أيضا لدينا بعض المشاركات من خلال فيسبوك نقرأها معكم. الأخ العربي يقول: في ظل استمرار الحرب وتفكك العلاقات والروابط التي كان يمتاز بها اليمنيين على مراحل الحياة التي مروا بها في ظل الحرب وانتشار نقاط الأطراف المتقاتلة، لم يستطع الأفراد ممارسة التواصل مع أسرهم وأقاربهم، وكذلك الحالة الاقتصادية وعدم صرف المرتبات جعل اليمنيين يفضلون عدم زيارة الأهل والأقارب، وكذا يتمنون أن لا يكون هناك أعياد لأنها إضافة لأزماتهم والتزاماتهم تجاه الأهل والأقارب والأصدقاء. لهذا فإنه لو في مقدورهم من على أعياد لفعلوا. مشاركة أخرى. الأخ حمدي يقول: هكذا هم اليمنيون يصنعون من الموت حياة ومن الألم أمل ومن الوجع علاج، نسوا كل شيء وفرحوا بالعيد، خرجوا للمتنزهات والقلاع ليستبشروا فرحا وأملا بإنهاء هذه الحرب الظالمة في بلادهم. إيناس تقول: يعبر اليمنيون عن غصتهم من الحرب بكثير من الفرح، يحاولون صناعته رغم الظروف الاقتصادية الكارثية التي يعيشونها، مع انقطاع المرتبات يجدون لأنفسهم متنفسات ولو بإمكانية بسيطة، رغم أن كثير من الأسر تعيش الفقد والنزوح والتشرد، وكثير من الناس تقطعت أوصالهم بسبب الحصار، إلا أنك تجدهم مقبلين على الحياة وكأنهم لا يعيرون الحرب اهتماما، نحن قادرون على أن نجد مساحة من الفرح حتى لو كانت ضيقة. واصل الظبياني يقول: والله ما هو عيد، هكذا لمحت حولي الآن وأنا أشاهد المصلين والأطفال، أين ذلك الفرح الذي كان يغمر الناس في كل مكان؟ أين أصوات الأضحيات ودماؤها ومشاهد تجمع الناس هنا وهناك حول أهل النحر؟ لقد نحرونا نحن يبدو. أين أصوات الألعاب النارية التي اشتقنا لها ولو كانت مزعجة؟ لقد اكتفوا بأصوات المدافع والطائرات والصواريخ على ما أظن. أين تلك الملابس الأنيقة التي كانت تزين الصغار والكبار على حد سواء؟ ربما أن كمية الأكفان التي توزع طوال العام قد أنستهم الملابس. إذن كانت هذه المشاركات من خلال الفيسبوك. وصلنا لنهاية هذه الحلقة من المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة في أمان الله.